كلينومينيا. كلينومينيا أو ما يعرف أيضاً بديسانيا هي حالة نفسية تصيب الإنسان وتجعله يشعر برغبة شديدة في البقاء في السرير، وهذه الحالة النفسية ذا انتشارها بشكل واسع بسبب انتشار معدل تصفح الإنترنت، والتي تزايدت لحد كبير خلال السنوات الأخيرة، وهي عبارة عن حالة مرضية شائعة جداً تسببت في عدم القدرة على الأشخاص بالاستيقاظ ومغادرة السرير بغض النظر عن طبيعة مسؤولياتهم في العالم الخارجي. في هذه الحالة ليست خطيرة، ولكنها قد تؤثر في أداء الإنسان عند مرحلة النضوج، أما بعد المراهقة وقد تصل نسبتها إلى حوالي 65% من المراهقين ولمدة زمنية معينة من عمرهم. وهنالك العديد من الاضطرابات كالاكتئاب ومتلازمة التعب المزمن واضطرابات القلق الأخرى التي تدفع الكثير إلى الاستغراق في النوم وتجنب التحديات اليومية في الخارج. إلا أن الأشخاص المصابين بالكلينومينيا يشعرون بالرغبة في البقاء بالسرير بغض النظر عن النتائج. والأعراض التي يمكن معرفتها والمصاحبة عن حالة الكلينومينيا إيجاد صعوبة بالغة في مغادرة السرير، الرغبة في البقاء بالسرير بعد قضاء يوم طويل ومتعب، الشعور بالاشتياق والعودة إلى الدفء عند النظر إلى السرير في كل مرة، مشاعر سرور عند العودة إلى السرير، عدم وجود أي مشكلة عند الشخص المصاب بتناول الطعام والشراب في السرير، الشعور بالأسف عند مغادرة السرير لأجل أمر لا يستحق المعاناة. ويمكن أن يتراوح علاج حالة الكلينومينيا ما بين قيام الأشخاص المصابين بمجموعة من الممارسات الرياضية بشكل منتظم، مع مراعاة الحصول على نظام غذائي صحي، أو تناول بعض العقاقير الطبية المشخصة، أو استشارة أحد أطباء علم النفس. في الآونة الأخيرة حذر المختصين من انتشار تحدي على مواقع التواصل الاجتماعي عرف بالتعفن في السرير بين المراهقين، والمخاطر التي يمكن حصولها لهم، والذي خصصنا لكم فيديو مفصل عنها في وقت سابق.